هلا شلونكم؟ من على ضفاف نهر دجلة العظيم ارحب بكم اجمل ترحيب. اليوم راح اخذكم برحلة سريعه من الكارخ للرصافه على مود نتعرف على مطعم كلش قديم والى تاريخه والى ناسه، واللي هو كبة السراي. وصلنا للرصافه. شلونك عمو بعد؟ الله يخليك. تحملنا راح ناخذ من وقتك 5 دقائق بس على مود نحكي عن كبة السراي. كبة السراي طعمها طيب واطارها محنى معجون الطماطم ورائحتها من روائح الجنة. نشأت كبة السراي في بداية الأربعينيات من هذا القرن. بدأنا نبيع كبة مع شربة الزبيب. التسمية جت من السراية العثمانية اللي هسه نسموها القشلة، كان يسموها السراية. فالسوق هم سمي بالسراي، وإحنا أخذنا الاسم من السراية العثمانية وسوق السراي، فسمينا مطعمنا مطعم كبة السراي. عمو شو اللي يميز طعم كبة السراي عن باقي الكبب؟ والله هي نفس الطعام ونفس الكبة، بس هي مشيئة الله، هي يعني من الله سبحانه وتعالى. كبتنا لو كانت مصنوعة من تراب وحجر يبقى طعمها أحلى من طعم الشكر. ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ كبة تراثية. الكبة التراثية القديمة لها ذوق، لها طعم متميز. ما أنت يعني واحد من رواد هذا المكان ودائما تجي، تقدر تحكي لنا عليه شوية؟ والله كبة السراي بصراحة كل ما اجي المتنبي يعني لازم نمر عليه تريق بيها، لازم. فمو اليوم يعني، من زمان. يعني صار قريب؟ يعني من زمان كلش، بال 20 سنه تقريبا. شو اللي يميز هذا المكان؟ تراثي قديم، تجي تفتار، تشوف عالم، تتونس، شغلات كلها هنا موجوده. هسه انت بالمستقبل من يصيرون عندك اطفال ويكبرون ويصيرون يعني ويطلعون وياك، تجي هنا تجيبهم؟ اي لا، شلون؟ رواد كثيرين جاءوا إلى مطعم كبة السراي وتذوقوا كبة السراي، منهم ما وصل إلى قمة الحكم، ومنهم ممثلين صورهم منشورة جوا عندي. والدة فيصل الثاني اللي صورتنا موجودة كانت تدز السايق ماله، هاي بالمذكرات مالته، تأخذ كبة السراي من عندنا وتأخذ شربة الزبيب من الحاجز ماله. لما يجي نانا يباوع على الصور القديمة راح يرتاح نفسيا. بغداد القديمة، الملوك، الممثلين، تمام. حتى لو أكو بعض الإشكاليات بالكبة راح ينسى الإشكاليات ويباوع على الصورة ويأكل كبة ويروح. خلاص دعاني راح أكل كبة. فعلا هاي الكبة لو مصنوعة من حجر طعمها أحلى من الشكر. يلا مرخصتكم خلاكم. عمواني بشر، تعرف يعني انتم من الاربعينات ولحد هسه مواكبين عملكم، ايش اكيد يعني الجمهور مختلف بزمانه بايامه، فشلون شفت جمهور المطعم قبل وهسه؟ والله يعني هو ماكو اختلاف ان شاء الله، الناس نفس الناس والوجوه تقريبا. يعني هواية كثيرين مثلا كان يجيبون اطفال وياهم، هذا ابني، هذا بنتي. جت الدكتوره هنا عمرها بال70، قالت انا ابويا بال50ات بال60ات كان يجيبني هنا اكل كبه، وهسه دكتوره. انا من انا وصغير كنت اجي سفره مدرسيه واكل يومكم هنا. نعم. تمام؟ نعم. وانا اوعدك ان شاء الله، الله اذا اعطانا طولة العمر ان شاء الله ابنائي راح اجيبهم ناكل كبه السراي. شكرا جزيلا واسفين على الازعاج. اهلا وسهلا. الله الله، هلك من عوك لو انت بعدت عني، مو؟ يعني انا صح عندي اذن موسيقية. وصلت ياكم الختام جولة اليوم، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقرة، ما سولف لكم على الكبة، فول اجدي، هسه اقول لكم باي باي. خوش حكي احلى نحكي.